السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. بداية الفيديو راح يتكلم عن الاي او اس 14. السمر حق الفيديو من البداية بقول لكم ان الاي او اس 14 راح يدعم جميع الاجهزة اللي تدعم الاي او اس 13 الحين. خلاص اذا كنت تبي تعرف الموضوع هذا الموضوع خلصنا. الحين بتكلم لكم عن وجهة رأي. عجبتك وجهة رأي، ما بعجبتك كيفك، يعني كلها وجهة نظر، وجهة رأي انا اللي عندي بحكم اطلاعي على السوفتيرات القديمة وكيف ابل تمشي عليها. السنة راحت كنا متوقعين ان الايفون 6 اس راح يوقف، لكن ابل فاجأتنا ودعمت الاي او اس 13 مع الايفون 6 اس. جينا الحين قلنا خلاص الايفون 6 اس راح يوقف السنة هذه مع الاي او اس 14 اللي بينزل، والدليل ان الايفون 6 اس نفس معالج الايفون اس اي القديم. ابل نزلت الايفون اس اي الجديد الحين، قلنا خلاص قبل ما نزلت الايفون اس اي الجديد عشان الاشخاص اللي يستخدمون الايفون اس اي القديم خلاص يحددون حق الايفون اس اي الجديد، بما ان الايفون راح يوقف. هذا يعني ساين او علامه ان ابل بتوقف الايفون القديم، لكن اشاعات الحين تقول لك لا ابل ما راح توقفه اذا راح يكون الدعم على الايفون اس اي. فالايفون 6 اس نفس معالج الايفون اس اي. من وجهه نظري حركه محبطه. عارف الاشخاص يقول لا الاشخاص عندنا احنا ايفون 6 اس ونبي الدعم، صح الكل يبي الدعم، لكن ك ميزات جديدة راح تنزل. لو بنرجع مثلا للاي او اس 11 يوم نزل الاي او اس 12 قالت لك ابل ندعم جميع الاجهزة اللي على الاي او اس 11، حركة حلوة. وابل يوم سوت دي الحركة ابل تلعب في الارقام، ابل تسوي اشياء الشركات الثانية ما تقدر عليها. يعني الشركات الثانية تقدر ان تزيد لك الرام، تزيد لك المعالج وتربح النظام عليه، ابل لا تكسر القاعدة دي. يعني الشركات الثانية ما يقدرون يسوون دي الحركة، ان ينزلون لك مثلا رام 4 جيجا يشتغل مع جهاز سلس بقوه. جوجل حاولت تسويها في البيكسل 3 ما قدرت هذه الحركه. ابل تعطيك جهاز بعتاد او مع الرام 4 ويشتغل ممتاز كانه جهاز عليه رام 8 او 10 من شركات ثانيه. والدليل على ان الايباد برو 2018 الساعات كان فيهم 4، ال1 تيرا كان فيه 6. كاستخدام ما في فرق، الجهاز ما يعلق لو فتحت برنامج، الجهاز شغال ممتاز بكل شيء. الحين الايباد الجديد صح عليه 6 برضو ما في فرق، يعني لو انك تفتح مثلا 6 برامج اوكي راح تحصل سادس برنامج لو ترجع له مره ثانيه، او 10 برنامج راح تشوفه يعيد فتحه، لكن ما في احد بيستخدم الجهاز كذا. فابل تلعب في الارقام. يوم نزلت الاي او اس 12 بعدها شفت الاشخاص اللي يوم حدثوا ابل اعطتك مساحه جديده. يعني تخيل انك تحدث من نظام لنظام، جهازك مثلا في مساحه 10 جيجا، حدثت الاي او اس 12 صار جهازك في مساحه 12 جيجا او 13 جيجا. ابل كيف تحدث الشيء وتعطيك مساحة، تحدث الشيء وتعطيك سلاسة. لا يسترتين طلعت في مشاكل البداية، أشخاص كلهم معجبهم النظام صح في مشاكل، لكن على نهاية لا يسترتين، لا يسترتين بوينت فايف، لا يسترتين بوينت فايف بوينت ون ما في مشاكل، خلاص أبل سكرت كل شيء. فإلى الآن أشخاص يقول لك أوه في مشاكل أبل، لا إذا أنت مستخدم لا يس تعرف ان الاي او اس بدايته في مشاكل، الحين ما في مشاكل. لا تطلع لي تقول لي في حراره ما في حراره، على استخدامك انت اللي تستخدم. حتى لو ينزل لك اي او اس 3 البداية اللي كانت ما في مشاكل ذيك الفترة، أنت اللي تلعب في الجهاز، سوي على ضبط المصنع وراح يستخدم معك كويس. إذا عندك مشاكل فأبل هذا المشكلة إنه قبل 6 شهور طلعت تسريبات إنه قالت لك إن الأي أو إس 14 راح يكون أبل بتروح تعيد برمجة الأي أو إس عشان يشتغل كويس. تكلمت عنهم من زمان إنه كيف الديبارتمنت بتجمع الديبارتمنت كلهم تسوي حركات فيتشرز، إنك تحط الميزات إذا كانت في مشكلة في الميل مثلا أبل تسوي ديسيبل حق الفيتشرز وتشوف المشاكل عشان تعرف من أي مشاكل موجودة في الجهاز. لكن أنا توقعت إنه خلاص أبل ما راح تسوي ذي الحركة، ان الاي او اس 13.5 خلاص اشتغل كويس. ابل اذا بتدعم الاجهزة نفسهم تدعم الاي او اس 13 على الاي او اس 14، حس انه ما راح تحط مميزات. يعني الاي او اس 12 الى 13 كان ستابلايزيشن شغال عليه ان كيف ان الجهاز يكون ممتاز اكثر من تحط ميزات. فهل الاي او اس 14 ما راح تكون فيه ميزات كثيرة؟ لان ابل راح تدعم كل شيء، لانه بتحط ميزات قوية، هذا الشيء اللي نبيه احنا، ميزات جديدة، ميزات قوية. اذا ما راح تحط ميزات قوية ما ادري، لان يعني حركة انك تجيب جهاز قديم الى الان يعني 5 سنوات خلاص بتدخله في 6 سنوات، ليش؟ جهاز من 2015 بالدعمه، عارف انه شيء حلو، اسف اني قلت لكم زي كذا الحين تنقهرون حق الاشخاص اللي يستخدمون الايفون 6 اس، لكن نبي ميزات جديدة، نبي اشياء قوية. من جهة ثانية اتوقع ان ابل بتسوي الحركة وبتسوي يعني بتحط ميزات، ليش؟ يعني مثلا الايباد الحين على 13.4 نزلت ميزه الماوس وذي، توقعت ان ذي الميزه لو تحطها مع الاي او اس 14 تكون ميزه في الاي او اس 14، لكن ابل حس ان لا عندها ميزات كثيره في الاي او اس 14 فنزلت ذي الميزه الحين. وبرضو الكار كي تكلمت عن برضو في الاي او اس 13.5.5 نسخه تجريبيه، ابل نزلتها في ال 13.5.5، ليش؟ حس ان ذي ميزه من الميزات تقدر ابل تحطها مع الاي او اس 14، لكن ابل نزلتها الحين، هل يعني ان ابل عندها ميزات كثيره على الاي او اس 14؟ ما
ندري. طلعت بعض التسريبات عن الـ iOS 14 وبعض الميزات، لكن بوجهة نظري يعني على حكم اطلاعي حق الـ iOS القديمة وتحديثات أبل، إن أبل راح تسوي شيء قوي تقريبا في الـ iOS 14 وتبي تدخل معاه الأجهزة القديمة اللي صارت فيها مشاكل. أتوقع أن الـ iOS 14 إذا نزل بيدعم جميع الأجهزة، راح يكون في سلاسة في النظام، راح تكون في أشياء كثيرة خفة في النظام. يعني أبل عندها لعب في الأرقام وكيف تكسر جودة الأرقام. يعني نزل iOS 12 صار أسلس نقدر نقول من iOS 11 برضو كيف اللعبة. مثلا يوم نزلت أبل 4K نزلت ميزة برضو أن فورمات لحق الجهاز في التصوير، أنك تصور 4K لو أنك تأخذ جهاز ثاني مثلا يصور 4K في دقيقة مثلا 1 جيجا، أبل حطت الميزة أن لا راح يصور في الدقيقة الواحدة يأخذ مثلا 700 و600 ميجا بدل 1 جيجا. فشوف اللعب أبل تقدر تقول لك لا ما يحتاج، نحط لكم ذاكرة أكبر ونقول لكم اشترط مثلا 2 تيرا و1 تيرا في الجهاز. لا أبل تلعب في الجهاز نفسه في الفورمات تقلل من، وبرضه حركة السوفتوير يعني مثل iOS 11 iOS 12 أعطتك مساحة جديدة في الجهاز. فاللعبة ذي في الأرقام أبل مبدعة فيها، شركات ثانية ما تقدر، فالشركات الثانية بس ترفع لك رام ترفع لك ذاكرة. ويجون أشخاص يقول لك أوه أبل جالسة على 4 جيجا وإحنا وصلنا 12. ستيف جوبز يوم طلع من زمان في مؤتمر قال شيء وهذا الحقيقة موجودة الحين، قال إن الشركات يحبون يحطون لك شيء بس كميزة يقولون لك بس لأنه يقدرون يحطونه. أبل تقدر تحط لك 1 تيرا في الجهاز، أبل تقدر تحط لك 12 تيرا في الجهاز. ليش؟ لأن الكل يقدر يسوي ذي الحركة، ما بشيء واو، لكن أبل تلعب لك في أشياء الشركات ما يقدرون يسوونها. لعب في النظام، سلاسة النظام في الاستخدام، النظام كيف إن بعد سنة وسنتين كيف ينزل عندك النظام يعطيك مساحة. فالأشياء دي الشركات ما يقدرون يسوونها، فيعطونك أرقام قوية وانت تجي تقارن النظام بنظام. يعني تقارن نظام الايوس بالاندرويد وتقول اذا ليك معطينا 12 جيجا وانتوا الان 4. لا تقارنهم كذا، قارن الاستخدام، قارن الشركه انه ما تقدر تسوي لك تعدل لك النظام وتخفف عليه. ففي النهايه انا بالنسبه لي الى الان عندي احباط قليل على iOS 14 بما انه راح يدعم جميع الاجهزة، واسف على الكلمة حقتي ذي، لكن نشوف هل بتحط لك ميزات وبتغير فورمات الجهاز او يعني بتغير الكودينج فيه وبيصير سلس اكثر. انا بالنسبة لي واني ادري الحين ان الايفونات القديمة الايفون 6S الايفون SE القديم راح يوقف، فراح يكون عندي شوي امل انه بتكون في ميزات واو في النظام، او انه يدعمون الايفونات القديمة 6S وذيلي لكن ما يحطون فيهم كل الميزات اللي بتنزل على ايفون مثلا 11 او الايفون 10S مثلا. يعني يكون مثلا في ميزات اكثر يكون على iOS 11، ميزات برضو يمكن شنو مشوي منها على ايفون 6S ما راح تكون فيه شيء مثلا، او ميزتين ثلاث ميزات مثلا، مثل ما سووا في iOS 13 يوم نزلوا الايفون 11 برو ماكس وال11 حطوا ميزه في الكاميرا انك تغير مثلا الريزولوشن من نفس الكاميرا نفسها، ما يحتاج تخش الاعدادات، مع ان دي ما لها داعي ان يحطونها بس لحق الايفون 11، كان يحطونها على جميع الايفونات لكن ابل حطتها بس لحق الايفون 11. فاتوقع ان بعض الميزات مثل ما قلت لكم تكون كامل مثلا على الايفون 11، ميزات اقل يكون على الايفون 6S. فكذا اقول لكم اوكي كلامي يطلع غلط، نشوف قدام بس ما بقى شيء، باقي اسبوع الى اسبوعين تقريبا على ال WWDC اللي هو المؤتمر ابل، راح يكون اونلاين، راح يكون يوم 20 أو 22 في بداية الشهر الجديد الهجري، اول يوم في الشهر الجديد الهجري تقريبا راح يكون المؤتمر. المؤتمر كنت افكر ان راح اعرضه لكم في الانستغرام لكن ما اتوقع راح اسوي لكم لايف، بس اللي راح اسوي لكم لايف في اليوتيوب واعطاني باند بعدين على اللايف، لان اصلا ممنوع انك تسوي ذي الحركة. مؤتمر ابل راح يتم لايف وأبل ما ترضى لنا أو كل جميع شركات حقوق يعني، فقلت بسوي لكم إنستغرام، لكن الحين في النهاية ما أتوقع إني أبي أشوف المؤتمر وأدقق على المؤتمر وأسجل الميزات وأطلع أسوي لكم فيديو على طول فيكون أفضل. فتقدرون تشتركون بحسابي في سناب شات، هنا يمكن أتكلم عن أكثر هناك، يصير سلس يعني بيني وبينكم، غير في اليوتيوب راح أتكلم بشكل رسمي. ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني من فضل دعاكم، والسلام عليكم.